النهارده وصلنا لايه؟ للملبن. الملبن خدي بالك تكنيكه صعب جدا، بس مش صعب، لو انت ركزت هيبقى سهل جدا جدا مع بعض. هنعمل الملبن بكذا طريقه. تعال نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونعرف المنيو بتاعنا زي ما انت شايفه. هنعمل اساس الملبن وهنطلع منه ابيض وملبن احمر وملبن حبل، وهنعمل ملبن محشي قشطه وحلاوه ولوز وفستق وكل شيء هنعمله لك من الملبن. نقول مقاديرنا سهله جدا، تعالوا اما نشوف هنعمل ايه. بحط اول حاجه عندي كوبايه من الميه على النار، واحط فيها نص كوبايه من عسل الجلوكوز، يبقى كوبايه من الميه، واحط عليها نص كوبايه من العسل الجلوكوز. وقلنا العسل الجلوكوز موجود في محلات بيع خامات الحلواني او في السوبر ماركت نص كيلو وكيلو، زي ما انت شايف كده قدامك اهو، ادي العسل الجلوكوز، وادوبه كويس في الميه. يبقى حطيت عندي كوبايه من الميه، نص كوبايه من العسل الجلوكوز، عشان اعمل بيهم احلى ايه؟ احلى ملبن. ادوب العسل الجلوكوز في الميه كويس قوي قبل ما احط كوبايتين السكر، يبقى كوبايه ميه ونص كوبايه عسل جلوكوز ادوبها كويس، وبعد كده اضيف لها ايه؟ اضيف لها كوبايتين من السكر. خطواتك كده كلها قدامك عشان تعمل احلى ملبن في الدنيا. تقدري بقى الملبن ده تطلعي منه حاجات كتيره جدا 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 جدا، زي ما انت شايف تقدر تصبيه في بايركس مدهون ماده دهنيه متبطن نشا او سكر وتقطعيه، او تقدري تعمليه في فرن مدور، او تقدري تعمليه حبل عين جمل، حبل الدكيكيه زي ما انت شايفه كده قدامك اهو. ده عندي هنا زي ما انت شايف كده قدامك كوبايه الميه مع نص كوبايه من العسل الجلوكوز، دول كوبايتين من السكر. خدي بالك من التركه، كوبايتين من السكر ادوبهم صح، وانا بدوبهم كده بديهم نص معلقه عصير ليمون. عين جمل قدامك حبل اهو مدككين، وانا اقول لك مدككينه ازاي. بعد ما دوبت العسل الجلوكوز والميه والسكر احط نص معلقه صغيره من عصير الليمون. قبل ما اسوي، خد بالك من التركه دي، قبل ما اسوي واقلب حاجتي كويس قوي عشان نبدا نغلي مع بعض كل خطواتك، ونبدا نسوي الايه؟ الملبن بتفاصيله. الملبن لازم يتسوى اكتر من ساعه على النار مع التقليب المستمر عشان تسوي النشا، مش من ساعه ما يقفش معاكي تقولي خلاص، لا، لازم يستوي كويس جدا جدا جدا، وهوريك ازاي واحنا مع بعض عشان نبدا نعمل احلى ملبن في الدنيا. ادوب السكر كويس والعسل الجلوكوز والميه وارفع النار على الاخر، وبعد كده هبدا اعمل له ايه؟ النشا بتاعه. على ما يبدا يستوي عندي الشربات ده اللي هو ايه؟ نص كوبايه عسل جلوكوز، كوبايه ميه، كوبايتين سكر، ونص معلقه صغيره عصير ليمون قبل الغليان. اروح جايه هنا بقى نقطه مهمه كده يا حاج ياسر، انضف الحروف بتاعه الحله بتاعتي عشان ما يسكرش معايا. خطواتك كده كلها قدامك، انضفها كده اهو بمنديل مبلول ميه او فرشه مبلوله ميه. تعالى هنا نقطه مهمه بقى، خطوه مهمه جدا، اساس الملبن النشا. كوبايتين كبار من النشا كده، خد بالك كوبايتين كبار من النشا، واحده واحده كده كوبايتين كبار من النشا، واروح نازله عليهم بكوبايتين كبار من الميه. ادي النشا انزل عليهم بكوبايتين كبار من الميه، وادوبهم كده مع بعض يا حاج ياسر واحده واحده كده. يبقى عندي النشا مع الميه يدوبوا والكراميل بتستوي. خطوات كده، عملنا اول خطوه عملنا الكراميل وسبناه يستوي، تاني خطوه دوبنا النشا مع الميه، تمام كده واحده واحده كده مع بعض. وبعد كده يا حسن تعالى نعمل الشربات التاني. عندي هنا كوبايتين من السكر، كوبايتين من السكر، واحط عليهم كوبايتين من الميه، دي خطوه ثالثه عشان ما انتهش. كوبايتين من السكر على كوبايتين من الميه، يبقى الخطوه الاولى حطيت كوبايه من الميه، نص كوبايه من عسل الجلوكوز، كوبايتين من السكر، وذره ايه؟ عصير ليمون، ويعملوا كراميل هنا. الخطوه الثانيه دوبت النشا مع الميه كويس وسبتها تركن مع بعض واتاكد ان هي دايبه. الخطوة الثالثة حطيت معلقتين كوبايتين من السكر وكوبايتين من المية على النار يغلوا. خدي بالك من الخطوات دي كويس قوي. يبقى ثلاث خطوات عشان تعملي ملبن. خطوة أولى كراميل أولى، وبعدين نشا ومية، وبعدين سكر ومية. دي الثلاث خطوات، وبعد كده نسوي. أول ما يبدأ يغلي عندك أرفع النار عليه، وبعد كده نبدأ نعمل خطواتنا كلها قدامك. أجيب ده هنا عشان النار دي قوية، واجيب ده هنا مع بعضه كده يا حاج. ادوب السكر بتاعي مع الميه، كوبايتين سكر مع كوبايتين من الميه، وبعد ايه ما يدوب عندي كده بديله
نقطة بسيطة من الفانيليا أو ماء ورد أو ماء زهر. يبقى فانيليا أو ماء ورد أو ماء زهر عشان طعم اللي أنت عايزاه في الملبن بتاعك، يا إما بطعم الفانيليا أو بطعم ماء الزهر وماء الورد. ده أو ده أو ده أو ده، زي ما أنت عايز. وهنا زي ما أنت شايف اتفقنا إن إحنا من الحين للآخر أنظف الحروف هنا أو هنا، وأتأكد إن الحاجة بتاعتي دايبة عشان يبقى كل شيء قدامك مفيش فيه أي مشكلة. يبقى عملنا الخطوة الأولى، دوبت هنا كوباية من المية مع نص كوباية من عسل الجلوكوز، ضفت لها إيه يا حسن؟ كوبايتين من السكر وذرة من عصير الليمون. تمام، يغلوا عندي ويعملوا كراميل، هبدأ أسوي فيها. وهنا عندي كوبايتين من السكر مع كوبايتين من المية وذرة من الفانيليا أو ماء ورد أو ماء زهر. خطواتك كده كلها قدام زي ما أنت شايف كده. عم طارق، عليكم يا باشا. سلام ورحمه الله وبركاته. وحشني والله. ربنا يخليك يا عم طارق. صباح طارق المعوق اللي اتصلت بحضرتك. اهلا بحضرتك يا عم طارق. حضرتك انا انت عارف ان انا مديون والله وعليا ظروف. لا تحت امرك يا عم طارق. عندي الاطفال بالساقين وعندي ضمور في العضلات. ربنا يكرمك ان شاء الله. اي حد كبر والله 55 سنه يا شيخ حسن. ربنا يديك الصحه والعافيه يا عم طارق. اي حد انت عارف احنا بنحبك اولا. ده شرف ليا يا حاج طارق، ده شرف ليا. لا اولا مش عشان حاجه. لا ربنا يكرمك. انا بتكلم على الهوا. لا تحت امرك يا حاج طارق. والله أول مرة بحياتي هتكلم مع حد محترم زي حضرتك. لا أول ما حد هيتواصل معانا إن شاء الله هنتواصل معاك يا حاج طارق، وربنا يفك دقيقتك إن شاء الله يا حاج طارق، ربنا يكرمك يا حاج طارق. زي ما أنت شايف كده قدامك أهوت العسلين، عسل أولاني في عسل جلوكوز نص كوباية، كوباية من المية، كوبايتين من السكر، ذرة من عصير الليمون. العسل الثاني كوبايتين سكر وكوبايتين من المية وذرة من الفانيليا أو ماء ورد أو ماء زهر. وهنا عندي كوبايتين كبار من النشا مع كوبايتين كبار من المية. دوبتهم مع بعض عشان ابدا اسوي النشا الملبن بتاعي بالتكنيك، وابدا بقى اطلع منه. هحشيه قشطه يا حسن، اجيب له قشطه، هحشيه اعمل له شتات، هحشيه قشطه، هحشيه عين جمل، هحشيه فستق، هحشيه بندق، هحشيه طبعا حلاوه طحينيه، هعمله شتات. يعني ايه؟ هنعمل جزء رول وجزء الشتات. هنا هنصب في البولات ديت اللي احنا هنحط عليه بندق او عين جمل او فستق عشان يبقى محشي من جوه ويسيبه يبرد، وبعد كده هنلف رول. بعد ما يستوي عندي اصبه في البولات واسيبه. وبعد كده هعمل هنا عندي هكون مجهزه صاجات فيها كيس بلاستيك عشان ايه يا حاج ياسر؟ عشان الشتات. بعد ما يستوي الملبن عندي هصبه هنا في الصاجات دي واسيبه يبرد، بعد كده احط فيه اللي انا عايزه والفه، يعني هعمله شيت رفيع بسمك نص سنتي واسيبه يبرد، بعد ما يبرد احط فيه اي حاجه انا عايزاها والفه. فخدي بالك من التكنيك بتاعنا بتاع الملبن له تفاصيله، عشان ينجح معاك يبقى زي الفل لازم تتبعي التكنيك والتفاصيل بتاعه. بدانا اول حاجه حطينا نص كوبايه عسل جلوكوز مع كوبايه ميه مع كوبايتين سكر وذره عصير ليمون. بدا يغلى عندي اهو زي ما انت شايف كده عندي. والخطوه الثانيه عندي كوبايتين سكر وكوبايتين ميه وذره من فانيليا او ماء ورد او ماء زهر. اول ما يغلى عندي كده، خطواتك كده كلها قدامك، اول ما يغلي اروح جايبه كده يا حجي الكوبايتين النشا وكوبايتين الميه اللي انا دوبتهم وانزلهم كلهم مره واحده كده، واقلب فيه بقى. خدي بالك لان الموضوع هياخد ساعه، فهنقلب فيه واحده واحده عشان نطلعه مستوي قوي. وباكد المعلومه، كل ما لونه يلمع ويفتح يعني داخل في السوى، كل ما لونه يلمع ويفتح يعني داخل في السوى، لحد ما اوريك الشاين اللمعه بتاعت السوى بتاعته. عملت الشربات ونزلت عليه بالنشا، تقليب مستمر. خدي بالك هيبدا يتقل، مش معناه ان هو تقل كده استوى، لازم يقعد ساعه على النار مع التقليب المستمر عشان يستوي النشا بتاعتك وتستمتعي بطعم الملبن. فخدي بالك من الخطوات دي كده واحده واحده كده مع بعض. وهبدا ازود الشربات اللي هنا ده، اللي انا كوبايتين ميه كوبايتين سكر والفانيليا، هبدا ازوده واحده 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 واحده. واتفقنا ان العود بتاع الفوليه او السمسميه او الحمصيه او اي نوع من المكسرات درجه حراره ذهبي فاتح، وتعملي له اختبار في الميه يكسر تحت ايديكي زي الازاز. ما عملش كده استني عليه لحد ما يستوي. عندك ترمومتر 155، ما عندكيش لازم يكسر معاكي تحت ايديكي في اختبار الميه عشان ما يلزقش في سنتك ويعمل لك مشكله، عشان يبقى كريسبي وتكسريه على طول وما يعرقش ما تسيبيه في البيت. زي ما انت شايفه الاستاذنا في قلب الحله جايب لك التفاصيل بتاعه السوى بتاعه النشا زي ما انت شايف كده. مين يا حاج ياسر؟ يا عم احمد. يا صباح الاكياس، صباح اسكندريه، صباح السكات، يا صباح
صباح الشيف حسن. صباح الفل يا عم احمد، نهارك قشطه يا عم احمد، يا زملكاوي اسكندريه وصباحها. ربنا يخليك يا شيف حسن زي حضرتك، خلينا وحضرتك. صباح الفل يا عم احمد، نهارك قشطه يا احمد، نهارك قشطه، نهارك قشطه، وكل سنه وانت طيب. ربنا يخليك يا شيف حسن، يسعدنا ناكل ميه من ايد حضرتك. ربنا يخليك يا حبيبي، ربنا يخليك، انا تحت امرك يا احمد، امرني. ربنا يخليك يا شيف حسن، انا عايزه ميضا يوم بيبقى احمر ده. هعملهولك النهارده ما تستعجلش، هعملهولك ما تستعجلش. ماشي يا شيف، هعمله النهارده ان شاء الله، تحت امرك يا احمد. كل سنه وانت طيب، وعليك يا احمد. ربنا يخليك. تقليب مستمر بدا يتقل معايا، خدي بالك التريك، اهم حاجه تجيب الحروف، عشان الحروف بيوصلها الحراره الاول، بالحل الاخر تجيب الحروف، عشان كده. وبعد كده الشربات الثاني بدا يستوي، الاثنين قدامه. في شربات اولاني وبعد كده نشا وميه وبعد كده شربات تاني، خطواتك كده. اهم حاجه في التكنيك تقليب مستمر وبالك يبقى طويل، تقليب مستمر وبالك يبقى طويل عشان تسوي النشا كويس. وبعد كده اركن اللي هو استوى ده، الشربات ده كده، واجيبه على حراره اعلى كده يا حاج ياسر، وابدا اقلب فيه برضو. خطواتك كده كلها قدامك، اقلب فيه عشان يستوي معايا. والشربات التاني استوى، اللي انا اديته فانيليا او اديته ماء ورد او ماء زهر. خطواتك كده، قلب قلب قلب، هيبدا يستوي معاك، وما تستعجلش عشان اوريك اللمعه الشايني بتاعه السوى بتاعتي. خطواتك كده كلها قدامك يا حاج ياسر، لازم ما تستعجليش عشان تعملي حاجه بمزاج وبروقان، وتوزعها على العماره وتوزعها على قرايبك بمزاج. تقدري تجيبي صاج كبير وتدهنيه مادة دهنية وتبطنيه نشا وسكر بودرة وتصبك في كل الملبن فيه سادة، سادة. وبعد كده تقدري تحطي له مكسرات، تقدري ما تحطلوش مكسرات، حسب إمكانياتك زي ما أنت عايزة. كل التفاصيل كده قدامك أهو، ما تستعجليش على حاجة عشان تعملي أحلى حاجة في الدنيا. يبقى خطواتك كده كلها قدامك، بدأ يتقل معايا، يتقل، تقليب مستمر، تقليب مستمر، تقليب مستمر عشان تعملي. يا استاذه نجلاء، ازي حضرتك يا شيف حسن؟ صباح الفل يا استاذه نجلاء وكل القليوبيه، صباح الفل يا حبيبي. انا من المنصوره مش من القليوبيه. انت المنصوره بلدياتي، قول الاستاذه نانسي والنبي، قول الاستاذه نانسي، معلش ما بتفرقش بين القليوبيه والاهليه والمنوفيه. انت احلى شيف في الدنيا كلها. ربنا يخليك، وانت احلى مشاهده في الدنيا كلها يا استاذتي. الله يخليك، كل حاجه بعملها وراك بالتكنيك بتاعك بيطلع مظبوط 100%. يا جمال انت منين من المنصوره؟ انت عارف المنصوره كلها؟ امال ايه، ما انا متغمر. عند الاستاد. يا جمال وحركاته وتكاته، خمسه وخميس، بعد الكوبري ولا قبل الكوبري؟ بعد نزلتك من الكوبري. يا جمال يا حركاته وتكاته. سلمنا على المنصوره كلها، شارع شارع وبيت بيت وحاره حاره وشقه شقه. تسلم عيونك يا شيف حسن. ربنا يخليك يا حبيبتي، ربنا يخليك. اموريني يا جميل. الامر لله، ربنا يخليك يا شيف حسن. انا عاوزه كيكه اعملها يكون حلوه كده اشرب بها شاي. يا عيوني، حاضر حاضر، اعملها واجيبها لحد عندك. تسلم عيونك. حاضر يا حبيبتي، حاضر يا جميل، تحت امرك يا جميل، تحت امرك. سلمنا على كل المنصوره. زي ما انت شايف على طول بدا يتقل معايا، تقليب مستمر، نار عاليه، عشان كده التقليب مستمر، مش نار واطيه، لا مش نار متوسطه، لا نار عاليه وتقليب مستمر، تقليب مستمر، تقليب مستمر. هتجيبي دباره وهتجيبي خله وتبداي تدككي عين الجمل السليم فيه عشان تعملي ملبن عين جمل، او تقدري تحطي في بولات وتحط عليها اي نوع من مكسرات وتلفيها رول، او تقدري تفرديها شيت رفيع بسمك 1.5 سنتي وتحشيه قشطه، تحشيه حلاوه طحينيه، تحشيه بندق، تحشيه فستق، تحشيه عين جمل او سوداني، زي ما انت عايزه. خطواتك كده كلها قدامك، ما تستعجليش، واحده واحده كده عليه عشان السوى بتاعك يبقى مظبوط وزي الفل. اول ما يبدا يتقل معايا كده، اول هبدا اخد. يا عم سامح وصباح الشرقيه يا عم سامح. صباح الفل يا عم حسن. صباح الرضا يا عم سامح، كل سنه وانت طيب. اخبارك يا عم حسن؟ قول له بونو والحمد لله يا عم سامح. كل سنه طيب يا باشا. وانتم طيبين جميعا، وكل اهالينا كلها في الشرقيه وكل الكره الشرقيه. الله يبارك لك يا عم حسن، انا مبسوط جدا والله ان انا بسمع صوتك النهارده. ده شرف ليا يا عم سامح، ربنا يخليك يا غالي. الله يبارك لك يا باشا، انا كنت عايز اسال سؤال بس كده معلش. امرني. الحلاوه العلف بتتعمل ازاي؟ حلو قوي، العلف بقى نقطه مهمه جدا، العلف محتاجه ادوس اللي هو بياخد ويدي ده عشان تبيض معاه.
ما ينفعش تعمل في البيت لانها محتاجه ادوس او المسمار بتاع الايه بتاع العسليه، المسمار اللي هو الرخام اللي بيتحط على العسليه ويعمل كده، فما ينفعش تعمل في البيت لان محتاج تكنيك جامد ومحتاج مجهود، ما ينفعش تعمل في البيت. تحت امرك يا عم سامح. زي ما انت شايف كده قدامك بدا يتقل عندي تقليب مستمر، ما تستعجليش عشان تطلعي احسن ملبن، تعمليه ابيض، تعمليه احمر، تعمليه بعين الجمل، تعمليه بالقشطه، تعمليه بالفستق، تعمليه بالسوداني، او تعمليه ساده زي ما انت عايزه. خطواتك كلها قدامك. افكرك بالمقادير، عندي نص كوبايه عسل جلوكوز، كوبايه من الميه، كوبايتين من السكر، ذره عصير ليمون، عملتها شربات وغليت، بعد كده نزلت عليها كوبايتين من النشا دايبين مع كوبايتين من الميه وقعدت اقلب فيهم كده قدامي، وعملت شربات تاني. عباره عن ايه حسن الشربات التاني؟ عباره عن كوبايتين من السكر وكوبايتين من الميه ونقطه من الفانيليا او ماء الورد او ماء الزهر، غلي وركنتهم جنب. بعد دي ما تستوي وتربط هبدا اديها كبشه كبشه من الشربات التاني، خدي بالك من التكنيك. بعد دي ما تبدا تربط، خلاص هي بدات تربط معايا في ايدي بتتقل، هبدا ادي لها كبشه 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 من ايه؟ من الشربات اللي على يميني دوت، عشان يبدا اسوي النشا زي ما انت عايزه، في الاخر يبقى لونه فاتح بيلمع لون الايه الملبن اللي انت بتشتريه من بره. هو هتعرفي النشا بدا يستوي ازاي اما يبدا يتقل معاكي ويبدا يفتح ويلمع ويعمل شاين زي ما انت شايف كده قدامك. بدا يتقل خلاص اهو، وبدا يستوي معايا زي ما انت شايف الكتل بدا يتقل خالص قدامك اهو، الكاميرا جوه الحله زي ما انت شايف التكنيك والحركات والتكات. اول ما يتقل كده هنعمل ايه؟ هنغير المضرب السلك بمعلقه خشب او معلقه سيليكون جامده. اول ما يعمل كده اهو على طول اروح جايبه اهو وابدا اقلب واجيب الجناب بتاعتي، لان الجناب بتاعتي هي المهمه ان هي تبدا عندي. وهو على طول كده اهوت اروح جايبه بقى ايه بدا يتقل خالص قدامك اهو، وتجيب الجناب من الحل الاخر، هتروح عامله ايه؟ حاطه كبشه من العسل اللي جنبك ده زي ما انت شايف التفاصيل كده قدامك يا حاج، كلها قدامك اهوت عشان تعملي احلى ملبن في الدنيا. خطواتك كده بدا يستوي يستوي يستوي، تجيب على طول ما تستنيش، الكاميرا جوه الحله زي ما انت شايفه كده قدامك اهو، يا تفاصيلك يا حركاتك يا تكاتك يا جماله. تعالى بقى اروح سحباه اول ما يجمد كده عندي اهو زي ما انت شايفه كده، وبدا يخش في السوى، بدا يخش في السوى، اروح سحباه كده وجايبه له كبشه من العسل اللي هنا دي وتكون سخنه، واروح حطاها، وكبشه تانيه اروح حطاها، واقلب تاني بره النار. خدي بالك اهو هتبدا تحل معايا تاني، خدي بالك من التكنيك اهو والتفاصيل عشان تعملي احلى ملبن في الدنيا. قلبي 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 ما تستعجليش خالص، هيبدا يختفي الشربات اللي احنا حطيناها، هنرجعها تاني ونحط تاني كبشه في كبشه في كبشه، واقعد اقلب فيه. وعايزك تشوفي بدا اللون اللي احنا عايزينه يظهر اهو، اهم حاجه تجيب الجناب بتاعتك وقاع الحله عشان ما تلدعش معاكي، كل اهو الكاميرا جوه الحله عشان التكنيك والتفاصيل والحركات والتكات. اروح جايه جايبه كبشه اختفى على طول العسل، ادي له كبشه تانية يا حاجي، واقلب برضو واجيب الجناب بتاعتي لحد ما اخلص العسل وارجعه تاني على النار. خدي بالك من التفاصيل والحركات والتكات، هتاخد معاكي مجهود؟ لا مش هتاخد معاكي مجهود، اهم حاجه تعملي بالراحه وبمزاج، اهم حاجه ان الخليط بتاعك ما يلزقش في الحروق بتاع الحله ولا في قاع الحله، واحده واحده كده معاكي عشان تعملي احلى ملبن في الدنيا. تعمليه بقى ابيض، تعمليه احمر، تعمليه حبل، تعمليه زي ما انت عايزه، خطواتك كده كلها قدامك اهو. يا عم ياسين، يا عم نسيم، عم نسيم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا حبيب قلبي. يا حركاتك يا تكاته يا جماله يا جماله يا تفاصيلك يا عم نسيم. مساء الفل عليك يا باشا. مساء الرضا ومساء كل كفر الشيخ الجميل. الله يعزك، شكلي كده بقيت صديق البرنامج. ده شرف لينا وشرف لينا شرف لينا يا عم نسيم. انا متصل معاك في الحلقه اللي فاتت. ده شرف لينا يا حبيبي في الحمصيه والسمسميه. اه انت حبيبنا، ربنا يخليك يا حاج. طريقه الدميه وطريقه النوجه اللي قدامك الجميله. حاضر، النوجه والدميه هنقول لك هنعملها ازاي. حاضر يا حركاتك يا تكاتك يا حاج نجي ياسين، تحت امرك يا جميل، الف شكر وسلمني على كل كفر الشيخ. تعالى كده ضيف وقلب، ضيف وقلب وشوف اللمعه، ضيف وقلب وشوف اللمعه، ضيف وقلب وشوف اللمعه، قدامك التفاصيل اهو. فاضل لي شويه هنا اهو، واحده واحده برضو ما تستعجليش من الشربات التاني مع التقليب. اللمعه بقى جابها لك اهو، الكاميرا دخلت جوه عشان اللمعه، يعني مرحله السوى مرحله السوى مرحله السوى،
وقلبي وجيب الجناب وجيب القاع عشان ما يلزقش معاك، لان اوريدي المصانع الكبيره اللي بتحط بالشوال سكر وبالصفيحة عسل جلوكوز عندها حاجه اسمها ريشه، الريشه دي بتلف على مطور بتقشط الجناب عشان تسوي، تقشط مستمر، فانت هتستغنى عنها بالايه؟ بالاسباتيول اللي انا بعمل بيه ده كده. واحده واحده كده، وتكوني صاحيه عشان ما يلدعش معاكي من تحت ولا من الجناب. خطواتك كده كلها قدامك، واحده واحده كده، واحده واحده، عشان تعملي احلى ملبن في الدنيا، وكل ما تختفي الشربات تديها كبشه تاني. خطواتك كده كلها قدامك اهو، وتقلبي وتجيبي الجناب وتجيبي القاع بتاعك عشان تتاكدي ان الملبن بتاعك بيخش في السوى. زي ما انت شايف هنقعد نقلب فيه كده لحد ما يستوي. بعد ما يستوي بقى هعمل منه كذا حاجه، كذا فكره، اختاري واختاري، لكن التريكات والحركات لها ناسها. انتظروني. لاجل النبي، لاجل النبي، لاجل النبي.